أن حربا على الفساد وفتح ملفات أوجعت عائلات الريع ولوبيات الفساد، فسارع المشيشي إلى إعفائه وعزله من منصبه بضغط من حركة النهضة وحزامها السياسي، بعد أن أعطى تعليمات للأمن بإيقاف أي شخصية تصدر في حقها بطاقة إيداع أو توقيف مهما كان شأنها أو موقعها، وهدد بالقول: من كان قبلي يعرفكم لكن لا يجرؤ على إيقافكم، لكن نحن نعرفكم وسنأتي إليكم. تواترت التسريبات الإعلامية حول تعيين وزير الداخلية الأسبق والرجل المقرب من القصر توفيق شرف الدين كرئيس لحكومة قيس سعيد المرتقبة. من المتوقع أن يعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم غد عن تركيبة الحكومة وعن تعيين توفيق شرف الدين رئيسا للحكومة. وأفادت الشروق أونلاين عن مصادر لم تذكرها أن سعيد سيلقي خطاب رسمي وسيتطرق ضمنه إلى الأمر الرئاسي الصادر يوم الأربعاء، ويفسر ضمنه كل الإجراءات الاستثنائية التي بدأت منذ 25 جويلية الفارط، وسيتم تغيير أغلب الوزراء مع إمكانية اعتماد تنظيم جديد للحكومة على طريقة الأقطاب كالقطب الاقتصادي والقطب المالي، ويقوده وزير سابق للمالية مضمون عند الجهات المانحة ومعروف بعلاقاته الدولية المالية السالكة. يعتبر توفيق شرف الدين من المقربين لقيس سعيد، حيث أشرف على حملته الانتخابية بمدينة سوسة، كما دشن حملة لتطهير وزارة الداخلية عبر إعفاء أكثر من 30 إطار ومسؤول سامي من المحسوبين على حركة النهضة، كما شن حملة ضد بارونات الفساد وحملات أمنية كبيرة شملت إيقافات لمشبوهين ومتورطين في الجريمة وتجارة المخدرات، وصلت حتى إيقاف لوزير سابق. حركات شرف الدين أثارت غضب منظومة الإخوان المتحالفة والمطبعة مع الفساد، مما سرع بقرار عزله، لكن تعيين سعيد لهذا الاسم يؤكد على مضيه في الحرب على الفساد وفي تطهير الدولة من الجيوب الإخوانية. صدمة السقوط وغضب الإخوان تجاوز مرحلة التلميحات والمناورات السياسية لننتقل إلى مرحلة التهديد المباشر للمواطنين. فح على خطى والده علي العريض، هشام العريض يهدد ويقول للتونسيين: تحبوا ترجعونا للخنان، هيا حذروا رواحكم. فقد كتب هشام العريض ابن القيادي في حركة النهضة علي العريض وزير الداخلية السابق الذي في عهده وقع اغتيال الشهيدين شكري بالعيد والحاج الابراهمي ولطفي نقذ والعديد من القيادات الأمنية وأعوان الحرس والجنود، واجه متظاهري سليانة بطلقات الرش في العيون مباشرة، مجسدا بذلك الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الذي يتباكى عليها حركة النهضة وأنصارها. كتب تدوينة يتهم فيها رئيس الجمهورية بالانقلاب والتحول إلى دكتاتور، وختمها بيتحبوا ترجعونا للخنان، هيا حذروا رواحكم، وإن شاء الله ما يكونش الخنان هو عودة المفارق والتفجيرات، نشر الديمقراطية. ومن ناحية أخرى دعا رئيس البرلمان المجمد وزعيم حركة النهضة رشد الغنوشي إلى النضال السلمي ضد عودة الحكم الفردي المطلق بعد يوم من اتخاذ رئيس الجمهورية قيس سعيد خطوات تقطع مع منظومة أكتوبر 2011. وقال زعيم حركة النهضة في مقابلة مع وكالة فرانس بريس: بديل عن النضال بالطبع النضال السلمي، وأضاف: ندعو الناس إلى مقاومة الدكتاتورية والمشاركة في الأعمال السلمية لإعادة تونس إلى طريق الديمقراطية. واتهمت حركة النهضة أكبر متضرر من قرارات 25 جويلية تحركات قيس سعيد بأنها انقلاب وانتهاك لدستور 2014، يعتبر أكبر مكسب سياسي لحركة النهضة، وختم قوله بأنه يتوقع من العالم باعتبار أن تونس عضو في نادي الديمقراطية العالمية أن يقف مع الشعب التونسي في نضاله من أجل استعادة ديمقراطيته، مواصلا بذلك في مسيرة الاستقواء بالخارج و طلب التدخل الأجنبي لإعادته إلى كرسي البرلمان. توجه قيس سعيد لتعيين رئيس حكومة بطعم مكافحة الفساد وتطهير الدولة من جيوب الردة والقطع مع الماضي، في حين يحشد زعيم حركة النهضة أنصاره داخل مع مخاوف من الانزلاق نحو العنف، ويستجدي من جديد التدخل الخارجي لإعادته إلى السلطة بأي ثمن. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة، وشكرا. أخبار، سياسة، تقنية، محتوى مختلف، بنظرة شبابية تونسية، عالم أميرة. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.